العرق الأصلح والذي يستحق الحياة والأعراق الأخرى ينبغي أن تبادى وأن تقتل. تفكير عنصري لكنه كان متحكما في جميع العلوم في القرن 19 لدى الغرب. أكيد أنكم قرأتم أو سمعتم من مؤثرين عرب من بينهم الدحيح عن نظرية التطور وأهميتها في دراسة الحيوان والإنسان، لكن ما لم تسمعونه هو أنها سبب في القتل والإبادات التي حدثت في العديد من القارات ضد الشعوب الأصلية. ربما تتساءلون ما علاقة نظرية التطور وصاحبها عالم الأحياء والتاريخ الطبيعي البريطاني تشارلز داروين بالإبادة. كيف برر علم التطور المهم قتل الأفارقة والعرب والسكان الأصليين؟ قبل أن أشرح لكم السبب ولكي نستمر في العمل بجد والبحث للحصول على معلومات موثوقة وعلمية، نحتاج أن تدعمونا وتضغطوا على زر المشاركة وتشاركوا المحتوى لنصل لمتابعين جدد بقناة نايون. في عام 1884 تم احتلال ناميبيا من قبل ألمانيا التي فرضت حكمها بالحديد والنار على حوالي 250 ألف من السكان الأصليين في هذا البلد الإفريقي. في عام 1904 شهدت ناميبيا اندلاع ثورة ضد المستعمر الألماني الذي فرض قوانين قمعية ونهب ثروات السكان واغتصب الناميبيات بشكل متوحش. مع تصاعد حدة المقاومة أصدر الجنرال لوتر فون تروتا أمر الإبادة بحق السكان الأصليين. قامت ألمانيا الإمبراطورية بإبادة شعبي الهيرورو والناما في فترة ما بين عامي 1904 و1908 أكثر من 100,000 قتيل، وذلك تحت شعار البقاء للأصلحة الدارويني. قتل الأفارقة لأنهم همجيون حسب داروين، جنس أقل لكي يعيش العرق الآري. هذه الأفكار العنصرية الداروينية لم تؤثر فقط على ألمانيا بل عمت العالم الغربي وأثرت في مفكريه وعلمائه وسياسيه وقساوسته وجنرالاته. استخدمت فكرة التطور لتبرير الصراع والهيمنة. لا يمكننا الخوض في هذه النظرية وشرحها بإسهاب لأنها تحتاج لحلقة خاصة. أنواع الحيوانات تنحدر من أنواع أخرى. التطور في علم الأحياء هو عملية تغير مع الوقت في الخلية الموروثة. يمكن أن يؤدي التطور في النهاية إلى تغيير كافة مواصفات النوع قيد التطور، مما يؤدي إلى نشوء نوع جديد من الكائنات الحية. وضع أسس نظرية التطور كل من تشارلز داروين وألفريد راسل والاس عام 1858 ونشرت ضمن كتاب داروين الشهير أصل أنواع. الاعتقاد بأن الحيوانات يمكن أن تنحدر من أنواع أخرى وليس بالجديد، بل يعود إلى زمن الفلاسفة الإغريقيين قبل سقراط، كما تطرق الفيلسوف العربي ابن خلدون في مقدمته إلى فكرة التطور الأنواع واتصالها ببعضها البعض، لكن ضمن ما يسمى بالتطور المرتبط بالخالق الذي يختلف عن نظرية التطور الداروينية التي لا تحتاج لخالق. يعتبر داروين أن البشر هم ثدييات طبيعية وأنهم يتمتعون بقدرات عقلية، لكنه في الوقت نفسه استخدم مفهوم التطور لتبرير فكرة تقسيم الإنسان إلى فئات: الأجناس العليا والأجناس الدنيا، الشعوب المتحضرة يعني مثل الشعوب الغربية، والشعوب البدائية الوحشية مثل الشعوب في أمريكا اللاتينية وإفريقيا. كما اعتقد داروين أن الشعوب المتحضرة وخاصة الأوروبيين هم الأكثر تطوراً وإنسانية، مما يعطي لهم الحق ويبرر لهم الاستعمار والتفوق على الشعوب الأخرى. يقول داروين في القسم الخاص بانقراض الأجناس في كتابه أصل الأنواع: عندما تأتي الأمم المتحضرة مع الهمجيين في اتصال، فإن المعركة تكون قصيرة ما لم يتدخل المناخ القاتل لمساعدة الجنس الهمجي. إذا كنت تعيش في بلد تعرض للاستعمار فأنت تصنف حسب داروين إلى مجتمع غير متحضر. أنا مثلا بالنسبة لداروين ولدت في بلد غير متحضر، لا يمكن أن أكون متحضرة وأتطور بسبب جيناتي، علي أن أنقرض. هذا هو داروين. ولقد سبق أن تحدثت عن تأثير نظرية التطور علينا، حيث يكره البعض أنفه ويجري عمليات التجميل. ستجدون الرابط في الأعلى. سأكون سعيدة لمتابعتكم لهذه الحلقة لكي تفهموا معنى نظرية التطور وتداعياتها علينا إلى يومنا هذا. نحن والدحيح المهووس بنظرية التطور نعتبر بالنسبة لداروين والأوروبيين البيض آنذاك أعراقا لم تتطور، وأنها ستختفي من تلقاء نفسها لأننا بالنسبة لهم أعراقا أدنى.
أدنى في السلم التطوري أقرب للقرود والحيوانات، ولا نستحق العيش لأن البقاء للأصلح. والعرق الأصلح والأقوى والعرق الأوروبي الذي شرعن هيمنته على الشعوب غير الغربية. هكذا ستساهم الداروينية في ظهور مجال جديد وهو علم الأنثروبولوجيا الذي يهدف لدراسة الشعوب قبل اختفائها. أقول هنا قبل اختفائها، يعني أن هذه الشعوب البدائية مصيرها حسب نظرية تطور الانقراض، ولا بد من دراستها لجمع معلومات عنها وعن ثقافتها وتوثيق تاريخها ووضع آثارها في المتاحف الغربية. بين أوائل القرن التاسع عشر وثلاثينيات القرن العشرين ساد اعتقاد لدى الغرب بأن معظم أو كل الأجناس الأصلية محكوم عليها بالفناء. أصبح ذلك شعارا لدعاة التوسع الإمبراطوري البريطاني والفرنسي والغربي بصفة عامة لإبادة السكان الأصليين. ساهمت نظرية التطور في انتشار مفاهيم مثل عدمة العرق الأبيض وضرورة اختفاء السكان الأصليين. يقول جون جورج وود وهو يتحدث عن السكان الأصليين في أستراليا ونيوزيلندا: إنهم يلعبون بالضبط نفس دور الحيوانات الأدنى ويعانون نتيجة لذلك من نفس قانون الانقراض. كان عدد الماوريين من السكان الأصليين في نيوزيلندا في عام 1840 200,000، وتقلص عددهم إلى 20,000 بعد 30 عاماً، ليس بسبب قانون الانقراض بل بسبب الإبادة. في كتابه تطور الأخلاق يستخدم توماس هنري هاكسلي كلمة البسنة كرمز للاستعمار. شبه الاستعمار بالبسنة التي لا بد منها للتخلص من الأعشاب الضارة وتعويضها بالأعشاب الصالحة، أي أن استعمار فرنسا للجزائر وقتل 1.5 مليون جزائري كان بمثابة بسنة. في جميع الإبادات التي تمت في فترة الاستعمار كان يتم تحميل الشعوب الأصلية مسؤولية إبادتهم لأنهم متوحشين عاجزين عن التطور. عندما ألقت فرنسا وإسبانيا الغازات السامة ألمانية الصنع على سكان الريف بالمغرب، كانت الصحف الغربية تلقي اللوم على عبد الكريم الخطابي وتصفه بالمتوحش، وتصف سكان الريف أيضا بالمتوحشين المتمردين، وأن تمردهم هو سبب هلاكهم. يعني حتى وأنت تتم إبادتك عليك أن تتحمل المسؤولية، لأنك في نظرية داروين مجرد متوحش ينبغي إبادته لكي يتقدم المجتمع المتحضر. يكتب هيجل أنه يجب التضحية بالأمم والأجناس لأجل الروح العالمية. بالنسبة لهيجل فإن إفريقيا ليس لها تاريخ، إنها أرض الذهب التي تقع وراء النهر. فيما يتعلق بالأفارقة واستعبادهم وبيعهم في أمريكا، كتب هيجل: على الرغم من أن هذا قد يكون سيئاً فإن نصيبهم في أرضهم أسوأ. يعني فهو يبرر العنصرية ويعتبر استعباد الأفارقة فرصة لخلاصهم من مصيرهم الأسوأ في بلدانهم. سأخبرك بإحدى المقولات التي لا زالت راسخة إلى يومنا هذا وكتبت في عام 1885: الخطأ لا يمكن أن يستمر إلى الأبد، غالبا ما ينبثق من أعمق الظلام ضوء، ينتشر في البداية ثم ينمو تدريجيا حتى يضيء بشكل مشرق على تلك الأشياء التي حاول المرء جاهدا فاءها، ثم تتألق الحقيقة بكل بهائها. أنطونيو فيرمان في عام 1885. الفيلسوف والطبيب الهايتي في كتابه مساواة الأجناس الإنسانية هو ينتقد نظرية التطور. الكتاب لم يخرج للرأي العام وتم إخفاؤه حتى عام 2014، وهناك نسخة واحدة منه فقط ظهرت في السنوات الأخيرة. تخيلوا معي، من عام 1885 حتى عام 2014 سيظهر هذا الكتاب وهو يقول ما توصل له العلماء بأن جميع الأعراق متساوية. جاء في هذا الكتاب للفيلسوف الهايتي أنطونيو فيرمان حجة مضادة على نظرية التطور الداروينية. يقول فيرمان في عمله: جميع الناس لديهم نفس الفضائل والعيوب دون تمييز في اللون أو الشكل. إنه من المخزي أن يستفيد أحد الأعراق من ظروف تطورية مواتية وتحرم منها أجناس أخرى. نظرية التطور هي عنصرية، لكنها جاءت في سياق كان الغرب يحتاج لتبرير عنفه. هناك عدة مراجعات لهذا الفكر العنصري في الغرب، وأتمنى أن تكون مراجعات في الجامعات العربية وأن لا يظل صناع المحتوى مهووسين بنظرية التطور. وصلنا لنهاية الحلقة، فشكرا لمتابعتكم وتعليقاتكم الجميلة.